نحن بمنطقة المروج دمسرخو. أنا صار لي 10 سنين تارك بيتي وقاعد بالأجار. إجوا جماعة البلدي على أساس إنه المنطقة هون متنظمة، جيب بدي رمي ما كانوا يخلوني رمي. الموضوع حاضر التنظيم ممنوع، ما فينك تعمل أي شيء. صار لي هلأ أنا 10 سنين قاعد بالأجار، تارك بيتي أنا ومرتي وولادي ورايحين قاعدين بالأجار، على أساس عائل يوم وإيه بكرة، ولحد هلق ما بيا معنا شيء. المشكلة هبطت العمارة وإجوك من صوروا هون وراحوا، ما عاد بقى أحد إجا لهون، وصار معنا وصرنا نقعد فيه. شو وعدوك هن وشو نفذوا من الوعود؟ ما نفذوا لنا شيء، مثل ما شايفين هذا اللي صار معنا وهذا اللي جرى. والله كل ضرب عن نزلت الهبدة نزلت على كتفه وعلى راسه، والله وكلتها. دائما عم يأجلونا ويقولونا انه مخطط تنظيمي جاي، وانه هيا الحكي صار له 3 سنين. مشكلتنا انه البيت متصدع ورحنا تحت، لأيمة بدنا نضل تحت الانقاض وتحت الخطر، وعندنا اولاد صغار لأيمة يعني بيهر السقف عليه، نحن موجودين يعني بدنا مين يدعمنا ويساعدنا بهالشيء هذا. البيت اللي منتهي الاحجار الحديد باين كلياته، يعني الايام الشتويه بالشتاء البيت بركت مي، يعني مثل اذا برا واقف وما في اعمده ومنتهي البيت. يعني من يومين ثلاثه وقعت حجره على البنت، كانت والله العظيم الله وكيلك يعني كلام موثوق 100%، كانت البنت يعني لو حكمت الحجر كانت نهيتها. كانت بيوتنا ما بقى ما تتحمل، يعني ما بقى ما تتحمل مثل ما شايفين انه حدا يسكن فيها. في كثير من الناس تركوا البيوت واستاجروا. اخر مره من 4 سنين طلعت لجنه السلام العامه وعملت جرد للبيوت، في 17 حاله انه هودي الحالات وضعها انه خلص هودي خلال ايام انه بدنا نحل لهم وضعين، وفي 24 حاله كمان انه هودي كمان وضع خطير، وما حدا قرب على كل هالمواضيع. وفي قرارات من المحافظه وقرارات بياتين على الوزاره، على وزاره الاسكان، وعاوز كل هالقرارات كلها نايمه عندنا وطيوينا ولا كانه في اي شيء. ولأيمتين يعني بده يضل هيك الوضع ما بنعرف. اما نستجر نقعد ببيوتنا يحرم علينا، ما نستاجر وما يخر علينا مثل ما ينزل من رب ما ينزل علينا. هون يحط طنجره، هون بنحط صحن، هون بنحط شغله مشان ما ينزل موي علينا مثل ما تنزل من السماء ما ينزل علينا. تنهار الاسقف علي. اي والله الله شهيد على لساني، والله سمعني اما كذب. الحالات الخطره التي تحتاج معالجتها الفوري هي من حوالي 3-4 سنين، قال هيدي فوري 17 حالة، وفي الحالات التي تحتاج معالجتها غير مستعجلة 24 حالة. بهالأربع سنين 24 حالة صارت من مثل 17، وجبنا القرارات من هالقرار هيدا من البلدية ولهلق ما عطونا شيء. إذا حالات فورية من 4 سنين كيف لو حالات مثلا لازم تكون هيدي من 4 سنين خالصة، يعني حالات فورية صار من 4 سنين والوعد ما نفذوا شيء لحتى هذه اللحظة.